السلام عليكم. بالأمس أقدمت ميليشيا الحوثي على عقد جلسة محاكمة ضد 36 مدنيا اختطفتهم خلال السنتين الماضيتين. وبعد اختطافهم لما يزيد عن العام، أقدمت الميليشيا على تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، وهي المحكمة التي تتهم بأنها تقضي بما يتناسب مع أهواء قادة الميليشيا. فبالأمس حكمت بالإعدام على الصحفي يحيى الجبيحي، وقبله قالت إنها أصدرت أحكاما بالإعدام على الرئيس هادي ومعاونيه. أمام هذه المحكمة رفض المدنيون 36 الإدلاء بأي حديث يضفي صبغة قانونية على ما تسميه الميليشيا محاكمة، باستثناء شهادة أحدهم وهو الدكتور يوسف البواب عن ما تعرضوا له بعد الجلسة الثالثة من تعذيب وحشي وصل حد تعليقهم لمدة 5 أيام. أصناف من العذاب تلقتها أجساد هؤلاء المدنيين، منهم الدكتور والصحفي والمهندس والموظف، لم يجمعهم إلا وجودهم في سجون الميليشيا الانقلابية. ويبدو أن رفض بعضهم أو جميعهم ربما للانقلاب الميليشياوي كان تهمة كافية لأن ينالوا كل ما ينالوه في قانون الحوثيين والمخلوع. مشاهدينا الكرام، حول المحاكمات الهزلية التي يتعرض لها 36 مدنيا وأوضاع آلاف المختطفين في سجون الانقلاب ومدى تفاعل المنظمات الحقوقية مع قضاياهم، سوف تكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. بداية أرحب بضيفي عبر السكايب الأستاذ نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين. أهلا بك أستاذ نبيل. إذن مشاهدينا الكرام، سنبدأ النقاش مع ضيوفنا بعد متابعة هذا التقرير. احكموا علينا بالإعدام لنرتاح، هكذا ناشد الدكتور يوسف البواب القاضي الحوثي في محكمة أمن الدولة جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له مع 36 من زملائه المختطفين. فبعد إخفائهم لما يزيد عن العام، تحاول ميليشيا الانقلاب اليوم إضفاء صفة قانونية لجرائمها بتقديم هؤلاء المدنيين لمحاكمة صورية بات يعرف الجميع أحكامها مسبقا. يتعرض المختطفون لشتى أنواع التعذيب بحسب تصريح أحدهم في الجلسة الرابعة التي عقدت أمس في محكمة أمن الدولة، حيث قال إنه وزملائه تعرضوا للتعذيب الشديد بعد عودتهم من الجلسة الثالثة قبل عدة أسابيع، وتم تجريدهم من ملابسهم أمام بعضهم البعض وتعليقهم لمدة 5 أيام. القاضي الموالي للميليشيا عبد راجح امتنع عن تدوين هذه الشكاوى ومنع كل القنوات من دخول القاعة باستثناء قنوات الانقلاب. نقدم شكوانا بسبب اختطاف المواطنين خارج القانون وتعذيبهم حتى الموت. 36 مدنيا اختطفوا من منازلهم ضمن آلاف المختطفين في صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرة الانقلاب، وتعرض أهاليهم لتهديدات ومضايقات منعت معظمهم من التحدث لوسائل الإعلام خوفا على ذويهم. وفي خطوة مخالفة للإجراءات القانونية، قامت المحكمة باستعراض مقاطع فيديو للضحايا وصفت بأنها اعترافات، بينما تم أخذها منهم تحت تهديد التعذيب البادي على ملامحهم. دستوري أو قانوني إطلاقا، ما بش يعني اعترافات التفاحك كانت غير قانونية. يجلسون على كراسي المحاكم لتبدو الصورة قانونية، غير أنها إلى الكوميديا السوداء أقرب، وكأنهم أي الحوثيين وصالح ليسوا هم من انقلبوا على الدستور والقانون وعطلوا مؤسسات الدولة بأكملها. محاولة ترقيع مكشوفة يحاول من خلالها الانقلابيون القول إن أجهزة الدولة لا زالت تعمل في المناطق التي نسيطر عليها، بينما يعلم اليمنيون جيدا إلى أي مدى سفك هؤلاء دم الدولة اليمنية وتركوها فريسة لمن لم يكن يستطيع ذلك في الوقت الذي كانت فيه ذاهبة إلى الاستفتاء على الدستور وتثبيت أعمدة الدولة الاتحادية. تطمح لبناء مستقبل جديد ومغاير، مستقبل يسوده العدل والمساواة والحرية. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد ترحيب ضيفي عبر السكايب الأستاذ نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين. أستاذ نبيل، إذن العدل أساس الحكم، هذه العبارة كانت موجودة في خلف أو على خلف ما المكان الذي يجلس فيه القاضي المعين أو التابع للميليشيات. هل ما يجري لهؤلاء 36 مدنيا من محاكمة هي محاكمة عادلة؟ لا، محاكمات هزلية هي أشبه بتمثيلية
غبية تكيدها الميليشيات محاولة منها تغيير الموضوع واتجاه سياسي. الأساس في هذه المحاكمات التي يريدونها هي شرعنة عمليات الاختطاف والاعتقالات وكل الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات في خلال الفترات الماضية. هم الآن يحاولون شرعنة ما يقومون به من خلال إصدار أحكام قضائية ومن خلال إحالة من قاموا باختطافهم خلال الفترات الماضية إلى المحاكمة لإعطائها صورة بأنها كان هناك قانون وأنهم عرضوا على النيابات وعلى أو تم التحقيق معهم ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القضائية ومن ثم صدر بحقهم أحكام قضائية. هم يستبقون أيضا للمحاسبة الدولية لما يقومون به من انتهاكات حينما تأتي المنظمة الدولية أو حينما تضع الحرب أوزارها ويكون هناك عدالة انتقالية. لابد من أن يكون هناك يعني معرفة للحقائق. سيقولون أن هؤلاء كانوا يعني صدرت بحقهم أحكام قضائية. الجميع يعرف أن هذه مسرحية هزلية مفضوحة. أولا لأن المحكمة الجزائية المتخصصة عليها لغط كبير وهي محكمة سياسية في الأساس. هذه المحكمة حاكمت العديد من الصحفيين وحاكمت السياسيين المخالفين في الرأي أيام علي عبد الله صالح ويعني وغيره، وأيضا لا زالت تمارس نفس المهام. يضيف إلى ذلك أن دائما الميليشيات هي الآن تريد أن توصل رسالة واحدة أننا أصبحنا دولة وأننا أصبحنا نتعامل بالطرق الدولة والقانون من خلال المحاكمات وإحالة من هم محتجزين إلى المحاكم. هي تريد أن تقول أنها أصبحت دولة، لكن في الأساس هي قامت باختطاف هؤلاء المدنيين من أماكن أعمالهم من منازلهم قبل فترات. أيضا هناك حتى في الإعداد الإجرائي للمحاكمة هم مختطفين منذ سنتين، ومعروف بالقانون أنه لا يتم احتجاز شخص إلا مدة 24 ساعة ومن ثم إحالته إلى النيابة التي ممكن أن تجدد حبسه 7 أيام ومن ثم إحالته إلى القضاء. هذا الآن هم مختطفين لديهم سنتين والقضاء الآن ساكت على هذه القضية، إضافة لأنهم تعرضوا للكثير من صروف التعذيب وغيرها. الجميع يعرف يكفي منعهم لزيارات من المنظمات الدولية والحقوقية، منعهم لزيارات يعني هؤلاء المختطفين. أضف إلى ذلك أن التهم هي مطاطية، يعني أن مساعدة العدوان الحداثيات ما جاء في الحديث عن هناك حملة كانت واضحة تم التجهيز لها من خلال أشرطة فيديو اعترافات تحت يعني الإكراه. وصلتنا معلومات أيضا، نحن الآن يعني وهذه من مصدر نقابة الصحفيين اليمنيين، نقول أن اليمنيين المختطفين لدى الميليشيات تم تسجيلهم والضغط عليهم وأخذ منهم اعترافات تحت الإكراه والتعذيب، وهم الآن يجهزون مسلسلا آخر للصحفيين لعرضه مثل ما يحدث الآن. هذه أولا، هنا هم الآن ما يحدث الآن من محاكمة ليست محاكمة عادلة أو شيء، هناك انتهاك، هناك انتهاك وجرائم ترتكب الآن أولا من السادة القضاء. يعني وأنا أرجو من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل أن يكون لها موقفا واضحا من هذا القضاء ومن هذه المحاكمات الهزلية. الأستاذ الصحفي المخضرم يحيى عبد الرقيب القبيحي 10 دقائق يصدر بحقه حكم بالإعدام بعد اختطافه لمدة 8 أشهر دون أي مسوغ قانوني، وكان الحكم ومنطوق الحكم جاهزا. هذه المحكمة التي أصدرت حكما على صحفي بالإعدام لمبررات واهية عن الرئيس وكثير من قيادة، معروف أن كل تلك المحاكمات هي محاكمات شكلية، لكن نقول أن ما بني على باطل فهو باطل، وهذه المحاكمة والقضاء ونتائج هذه المحاكمات فهي باطلة بالأساس. طيب لذلك يعني الكثير يتساءل عن أهداف الميليشيا من إقامة هكذا محاكمات ما دام أنها تقوم باختطاف المدنيين دون رقيب أو حسيب وأنها تمارس بحقهم الكثير من الانتهاكات. القانون الدولي والمحلي وكل القوانين والشرائع والأعراف أولا تحاسب على مسألة الاختطاف. هؤلاء يرتكبوا أولا جريمة هي الجريمة الاختطاف، الجريمة الثانية هي جريمة الإخفاء القسري للمختطفين المدنيين خلال تلك الفترة وما تلاها من أدوات تعذيب وغيرها. الأمر الآخر، بعد أن تم كشف أماكن اعتقال هؤلاء المدنيين وهي في
أماكن اعتقال في الأمن السياسي والأمن القومي، وهذه أماكن ليست احتجاز قانونية. من يتم احتجازه وفق القانون وفي أوضاع يعني عادية يتم احتجازه في أقسام الشرطة، في النيابات العامة، وتم إحالتهم للمحاكمة. أولا هذه السجون غير قانونية، وهي سجون معروف أنها يعني لها طابع سياسي وطابع له سلطوي محض. أن إحالتهم إلى القضاء هو رسالة إلى المجتمع الدولي، ورسالة أيضا للآخرين بأننا أصبحنا دولة، وأننا من يعني يخالفون في الرأي سنعتقلهم وسوف نحاكمهم وسوف نصدر بحقهم أحكاما. الحكم بالإعدام على الصحفي يحيى القبيحي هو إرهاب لكل الصحفيين، الآن هو إرهاب لكل المدنيين الذين تم، ورسالة واضحة أن مصيركم سيكون نفس هذا الحكم إن لم ترضخوا لنا. طيب دعنا يعني نشرك معنا في الحوار والنقاش الأستاذة أو السيدة أم أحمد، وهي قريبة أحد المختطفين وعضو رابطة أمهات المختطفين. أستاذة أم أحمد، إذن ربما تابعتي بكل تأكيد تابعتي هذه المحاكمة أو الجلسة الرابعة لمحاكمة 36 مدنيا يواجهون إذن محكمة حوثية، هناك اتهامات كثيرة لهم، كيف هو الوضع بالنسبة لكم أنتم في الرابطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة بلقيس على هذه اللفتة، ولكن نتمنى من الإعلام الحر تسليط الضوء أكثر على قضية المعتقلين، حيث هم يعانون أشد أنواع التعذيب داخل سجون الإنقلابيين، ناهيك عن تلفيق التهم الكيدية والذي امتدت إلى محاكمتهم بتهم يفتقرون فيها إلى القرائن المادية لإثبات تلك التهم عليهم. نحن أمهات المختطفين حضرنا يوم أمس المحاكمة الرابعة، وتم تفتيشنا في حرم المحكمة من قبل لجنة نسائية، وبعد التفتيش نتفاجأ بإخراجنا بالقوة إلى الشارع خارج المحكمة، والتلفظ علينا بألفاظ نابية، وظللنا خارج المحكمة إلى أن انتهت المحاكمة. وأثناء جلوسنا بالشارع حضرت قناة المسيرة واليمن اليوم وقناة العالم وغيرها من القنوات التي تخصهم، وتم منع أي قناة أو أي صحفي غير صحفيهم وقنواتهم المأجورة. وأثناء المحاكمة كما قيل لنا من بعض أولياء الأمور للمعتقلين من الرجال، لأن النساء ما خلوناش ندخل، تكلم أحد المتهمين بكل أنواع التعذيب الذي لاقوا، غير أن القاضي لم يسجل شكوى المتهم في سجل الجلسة. واليوم نحن أمهات المختطفين قمنا بالذهاب إلى مكتب النائب العام ورفعنا شكوى، وتم توجيه الشكوى إلى رئيس النيابة، وذهبنا إلى رئيس النيابة وحرر لنا مذكرة إلى سجن الأمن السياسي، مفادها أن يعاملوا المعتقلين معاملة إنسانية، وأن يخرجوهم من البدرومات، وأن يعرضوهم للشمس ومتابعة حالات المرضى منهم، حيث أصيب أحد المعتقلين بفشل كلوي، وآخر بمرض الضغط، وآخر بالشلل النصفي. وسنذهب بالمذكرة مع المحامي إلى سجن الأمن السياسي، ونحن نعلم أن مسؤولي الأمن السياسي لن يتجاوبوا معنا، مثلما لم يتجاوبوا مع النيابة والقضاء في السماح للمحامين بالجلوس مع موكلهم أبدا، وها هم قد عقدوا الجلسة الرابعة دون السماح لهم بالالتقاء ولو لمرة واحدة. أيش من محاكمة يحاكموهم؟ معترفين بالدفاع ومش سامحين لهم يلتقوا بالمعتقلين. طيب يعني ما تقوم به الميليشيات بحسب رأيكم ومتابعتكم كيف يبرر؟ لماذا يقومون بهذه المحاكمات الصورية إذن؟ هم يشتوا يظهروا إنهم دولة، وأنهم ماسكين الأمن، وأنهم أن الأمن مستتب في المناطق التي تحت سيطرتهم، والغرض من كل هذا كله القضاء على خصومهم السياسيين. نحن أمام قضية سياسية حولوها إلى قضية جنائية، وهي عبارة عن قضايا سياسية ليست جنائية بالمرة. طيب أستاذ محمد، إذن منذ متى أنتم هناك تواصل أو كان آخر تواصل مع المعتقلين والمختطفين في سجون للعلم يا أستاذي؟ للعلم يا أستاذي، بعد كل محاكمة يمنع عنا الزيارة لمدة 3 أسابيع. في هذه الأثناء يقومون بتعذيبهم، لأنهم عندما يخرجون إلى المحكمة أمام القاضي ليس الأستاذ يوسف البوا فقط الذي قد تكلم، وإنما قد تكلم أيضا الأستاذ نصر السلامي، وتكلم المعتقلين الباقيين في الجلسات الأخرى، وبعد كل محاكمة يمنعوا عنا الزيارة ويقومون بتعذيبهم أشد التعذيب، لأنهم لم يأتوا بالكلام الذي كتبوا لهم وجابوا في
في الفيلم الوثائقي الأمني الذي نشروا. طبعا في الفيلم الوثائقي الأمني 36 متهم صوروا الفيلم العرضي، صوروا 70، و36 متهم ليسوا متهمين بتلك التهم. الفيلم هو عبارة عن تشويه أكثر مما هو أمني. طيب يعني الآن عندما يتحدثون عن تهم في هذه المحكمة، ما هي طبيعة التهم التي توجه لهم؟ على أي أساس يتم احتجازهم ومن ثم محاكمتهم؟ التهم الموجهة لهم أنهم يتعاملوا مع العدوان، وأنهم يقومون برصد الأهداف. تخيل إنسان تربوي لم يدخل معسكر قط، والآن يتهموه أنه هو من جاب الإحداثيات للتحالف وقام باستهداف المعسكر الفلاني والمخزن الفلاني وما إلى ذلك من التهم. طيب عندما يعني تقومون أنتم يعني الشكوى ضد عمليات التعذيب التي تقدم أو يعني تحدث بحق هؤلاء المختطفين، ما هي الردود التي تأتي من قبل القائمين على سجنهم؟ يا أستاذ، عندما يطلب مننا رئيس النيابة الإثبات بأن أبناءنا يعذبوا، طبعا عندما يشربوهم ماء المجاري ويمنعوا عنا الزيارة لمدة شهر، وفي هذا الشهر يمرضوا ويتعبوا ويعالجوهم ونجيب العلاجات، وفي الأخير يقول لي اثبتي أنهم شربوا ماء المجاري، كيف أثبتانا لما يضربوهم ويخلونا لمدة 3-4 أسابيع ما نزورهم، وبعدين يقول لي اثبتي أنهم ضربوهم. طلبنا طبيب شرعي، جابوا طبيب شرعي من عندهم، أغمضوا عيونه وأغمضوا عيون المتهم، كيف يكشف على المتهم؟ المتهم رفض. الطبيب الشرعي كيف يكشف عليه مغمض العينين؟ الطبيب منهم والقاضي منهم والنيابة منهم، كيف تتوقع تكون المحكمة؟ كيف تتوقع يكون القضاء؟ طيب أستاذ محمد، إذن ما هو المتوقع في المستقبل القريب؟ ما الذي يمكن أن يحدث في خضم هذه المحاكمات وفي إطار؟ هذه هي ليست محاكمة، المحاكمة جاهزة والأحكام جاهزة، ولكنهم يريدوا أن يمثلوا أمام العالم أنهم قاموا بالقبض على خلية، وأنهم قاموا بالتحقيق مع الخلية، وأنهم قاموا بمحاكمة الخلية. وكل تخيل أخذوهم من أمام محلاتهم، من داخل بيوتهم، أخذوهم من الجوامع، أخذوهم من المدارس، وبعد ذلك يخفوهم أكثر، يعني أقل واحد أخفوه لمدة 5 أشهر. وما اكتشفنا نحن أن ابننا في الأمن السياسي عندما رأيناه في قناة المسيرة وهو يصور الاعترافات ونحن نبحث عنه، يعني إخفاء قصري لمدة 5 أشهر. وتخيل أنت، خلاص التحقيقات جاهزة، المحققون جاهزون، القاضي ما هو إلا صورة، لكن القضاء قطو مطبوع، الحكم مطبوع مسبقا. أشكرك سيدة أم أحمد، قريبة أحد المختطفين وعضو رابطة أمهات المختطفين، شكرا جزيلا لك على المداخلة معنا. أستاذ نبيل، هل من تعقيب على ما تفضلت به الأستاذة أم أحمد؟ أولا أحيي تحية كبيرة وعظيمة لأمهات المختطفين وأسرهم اللواتي يعني هن الصامدات والباقيات في الميدان، ويعملن عملا حقوقيا جبارا أمام ميليشيات قمعية. هناك ملاحظة أيضا يعني تتبعتها، وهي حينما تم طرد أمهات المختطفين من ساحة المحكمة، خرج هذا هو المدعي العام وتلفظ عليهم بها، وخرج ومعه أشخاص قالوا أنهم أولياء دم. هذه إشارة واضحة بأن الميليشيات تريد تحويل القضية إلى قضية ثارات. ما الذي يعني يقصدونه بأن هناك أولياء دم؟ هناك مثلا هم يقولون أن هناك ضحايا بقصف الطيران أو شيء، ويريدون تحميل هذه الأسر يعني الضحايا، وبالتالي هم يريدون تحويل أيضا القضية إلى قضية اجتماعية بأن تتحول إلى ثارات بين الأسر المختلفة. هذه نقطة مهمة، بالإضافة إلى أن هناك معلومة تتناولها المنظمات المحلية الحقوقية بأن 107 شخص
تم قتلهم تحت التعذيب، توفوا تحت التعذيب بأثناء اعتقالهم، والمحاكمات هذه ستأتي لقولبة الجريمة ومنحها وإخفاء الجريمة الحقيقية لقتل هؤلاء. هذا العدد الكبير على المنظمات الدولية أن تتابع هذه المعلومة وهذا الرقم بدقة شديدة لمعرفة ماذا يحدث داخل السجون. أيضا هناك نقطة رئيسية، أيضا هناك نقطة، تفضل أستاذ نبيل نسمعك. هناك نقطة أيضا رئيسية في أن الإدعاء قدم في دعوة بأنهم يعني منذ الدعوة والاتهامات التي لفقت لهم كانت تقريبا في شهر 4/2016، بينما عدد كبير من المختطفين 36 اختطفوا في عام 2015 بعد دخول الميليشيات إلى العاصمة صنعاء. هناك يعني ما الذي يحدث؟ يعني هل خرجوا من المعتقل ونفذوا تلك الجرائم؟ أيضا يعني مسألة التهم المطاطية هذه التي نعرفها جميعا، أنا لم أقرأ يعني التهم التي ويعني وجهت لهم، لكنني شفيتها من المحاكمات السابقة للأستاذ الصحفي يحيى عبد الرقيب القبيحي، وهي التهم هذه الجاهزة التي لفقت لكل مخالف لهم في الرأي من خلال الصحفيين الذين اختطفوهم. الأكثر من 140 صحفيا اختطفوهم منذ عامين، كان كل صحفي تلفق له هذه التهمة وهي مساعدة العدوان وإيجاد الإحداثيات وغيرها من الأشياء العسكرية التي يعني لا تنطلي حتى على الإنسان البسيط. لم يعد هناك شيء اسمه يعني الإنسان العادي يقوم يرصد إحداثيات للطيران وما إلى ذلك. هذه هي تهم جاهزة ومقولبة للهدف منها إرعاب الآخرين، وأننا سنصل إلى كل بيت وأننا سنقمع كل صوت مخالف. هذه أيضا الأفلام التلفزيونية التي والموثقة، هناك لوحات علقت داخل المحكمة وهذا مخالف لكل أعراف القضائية. هناك لوحات علقت داخل المحكمة فيها يعني اتهامات للضحايا وفيها كثيرة يعني وبمعنى توجيه تهم. هناك التهم واضحة، القاضي كان واضحا لما رفض أن يستمع حتى لشهادة الدكتور البواب وتسجيلها رسميا. أيضا يعني أنا يعني أوجه رسالتي صراحة إلى القضاة، إلى القضاة الذين يرضون أن تهان يعني البدلات التي أو الزي القضائي الذي يلبسوه من أجل ميليشيات، عليهم على الأقل أن يعتزلوا العمل القضائي حتى تنقلي هذه الغمة. عليهم أن لا يكونوا أدوات لقمع الناس بل ولإضفاء الشرعية لهذه الميليشيات، وأيضا لإضفاء الشرعية على الانتهاكات الحقوقية المختلفة في القانون الدولي. هؤلاء القضاة هم شركاء في الجريمة، عليهم أن يعوا ذلك، والقضاة هم يعرفون أن هذا الأمر جيدا. حينما يقوموا بتغليف أو بمنح الميليشيات مشروعية، الجميع يعرف أن هناك ليس هناك دولة. فيما يخص مثلا الصحفي محمد العبسي الذي قتل مسموما، ونحن كنقابة الصحفيين وأسرة الصحفي لا نستطيع طرح قضيتي أمام المحاكم أو النيابات للتحقيق في هذا الأمر، لأننا نعرف مسبقا أن النتيجة وأن المسيطرين على هذه القضاء والنيابات هم سلطة الأمر الواقع، وبالتالي لن يكون المخرجات سوى ما تريده الميليشيات. الجميع يعرف على القضاء أن يعتزلوا على الأقل هذه الكارثة وأن لا يلوثوا أيديهم وأقلامهم ولا ملابسهم القضائية بهذا العبث اللا إنساني. هذه جرائم يعاقب عليها القانون، وعلى وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدل ومع مجلس الأعلى على رصد وتوثيق الانتهاكات القضائية والحقوقية في التي تخص الآن سلك القضاء وسلك النيابة العامة. طيب دعنا نكمل أستاذ نبيل الأسيدي هذا النقاش والحوار، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ينضم إذن إلينا الآن مشاهدينا المحامي محمد الهناهي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين. أهلا بك سيد الهناهي، حدثنا عن يعني ملخص لما حدث في آخر جلسة، ما هي التهم التي توجه إلى من يوكلك للدفاع عنهم؟
أستاذ محمد؟ إذا فقدنا الاتصال مع الأستاذ محمد الهناي، سنحاول إعادة التواصل معه. إلى ذلك الحين نعود إلى أستاذ محمد، هل تسمعني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك. إذا حدثنا أستاذ محمد حول ما الذي حدث في آخر جلسة، ما الذي يتم اتهام الموكليك فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القضية قرار الاتهام شمل مجموعة من التهم مختلفة في حدود 25 تهمة. خلال جلسات المحاكمة السابقة تم تلاوة قرار الاتهام، والمحكمة الآن تستمع إلى أدلة الإثبات. نعم، طيب عندما نتحدث عن أن الحوثيين يتهمون من يوقفونهم بداخل السجون أنهم يقفون مع ما يسمونه بالعدوان، كما يتهمونهم أيضا بتقديم إحداثيات ومعلومات للطيران والمشاركة أيضا في أعمال وعمليات عدائية، هل هؤلاء السجناء مدنيون أم عسكريون؟ جميع أو معظم السجناء هم سجناء مدنيون، وتم القبض عليهم من داخل أمانة العاصمة. طيب عندما نتحدث عن عملية قانونية أو محاكمات قانونية، ما مدى سلامة هذه الإجراءات القانونية في هذه المحاكمات؟ الحقيقة في البداية لابد أن نشير إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة أو ما يمكن أن نسميه محكمة أمن الدولة أنشئت منذ حوالي 15 سنة أو تقريبا، وكانت موجودة أيام في الفترة ما قبل 2011، وبعد ذلك في حكومة الوفاق الوطني كانت موجودة وما تزال موجودة إلى الآن. هناك ملاحظات من بعض القانونيين حول مشروعية هذه المحكمة، ولكن كافة من تتابعوا على سدة الحكم يحيلون خصومهم السياسيين إليها. طيب عندما نتحدث بالنسبة لهذه التهم التي توجه وبالنسبة لعملية المحاكمة الآن، هل نحن أمام يعني ظروف موضوعية وقانونية تتم لهؤلاء أو أثناء محاكمة هؤلاء المختطفين؟ الحقيقة المحكمة وتوقيتها يأتي في ظروف استثنائية. البلد يمر بحرب يمكن أن نسميها حرب أهلية إذا جاز التعبير. هناك صراع سياسي بين أطراف سياسية مختلفة. كنا نأمل أو نرجو من كافة الأطراف أن ينأوا بأنفسهم عن زج القضاء في هذا السجال القانوني، هذا من جانب. من جانب آخر وعبر قناتكم نأمل أن يتجنب الطرفين طرفي الصراع في الجمهورية اليمنية الإقحام المدنيين في هذا الصراع، وأخذ المدنيين واعتقالهم سواء ما يحدث في صنعاء أو بعض المدنيين الذين يتم اعتقالهم أيضا في بعض المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية. طيب يعني كان يعني هناك من يتحدث على أن النيابة العامة كانت تنكر معرفتهم بمصير هؤلاء، ثم اتضح بعد ذلك من خلال ملف القضية أنها هي من أصدرت أوامر القبض عليهم قبل أكثر من عام ونصف، هل ذلك صحيح وأنت عضو هيئة الدفاع عن المختطفين؟ نحن نعد الآن أو المحكمة الآن تسير في القراءة أو في الاستماع إلى أدلة النيابة العامة. سنفند كافة التهم الموجهة للمعتقلين أو المتهمين حاليا، ولدينا دفاعات تدحض كل ما قدمته النيابة العامة. هناك بطلان إجرائي في كثير من ما حدث من جانب. من جانب آخر أيضا ما تم نشره عبر وسائل الإعلام من حول سواء المتهمين أو التهم الموجهة إليهم، أيضا هذه هي إجراءات لنا حولها ملاحظات، وسنقدم الدفاعات القانونية تدحض هذه التهم الموجهة إليهم. الحقيقة يساورنا القلق حول مدى حيادية الإجراءات الموجودة، ونسعى إلى ضمان محاكمة تحت فيها الحدود الدنيا من المحاكمة العادلة، ولكن لا نعتقد أننا قد نوفق في ذلك. إذن المحامي محمد الهناهي عضو هيئة الدفاع عن المختطفين كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك أستاذ نبيل الأسيدي،
إذن هناك الكثير من الظروف غير القانونية في محاكمة هؤلاء المختطفين. عندما نتحدث عن ردة الفعل عموما إزاء هذه المحاكمات، هل نجد ما يعني ردة فعل مساوية لهذا الفعل الشنيع بحق هؤلاء المدنيين والمختطفين في سجون الميليشيا، والأفعال التي تجري لهم من تعذيب، من إهانة للكرامة الإنسانية وما شابه؟ للأسف الشديد يعني دائما المدنيين هم الضحايا والذين يتعرضون للكثير من الانتهاكات، في حين أن جميع الجهات يعني تتخلى عنهم أو لا تتبنى قضاياهم بالشكل الملائم، لأن هناك معركة سياسية وعسكرية وغيرها من التي تدور على أرض الواقع. للأسف الشديد أنا أحمل طبعا الحكومة الشرعية جزء كبير من هذا الخذلان، لأنه يجب عليها أن تتبنى موضوع الحقوقي والإنساني بشكل أكبر وأعلى مما هو عليه الآن، لأن المعركة ليست معركة سياسية وعسكرية فقط، ولكن هناك معركة إنسانية وحقوقية من أجل الانتصار لهؤلاء الضحايا الذين سقطوا في الميدان والذين أيضا اختطفوا واعتقلوا، ويعني أبرز تلك يعني الخذلانات يعني ما تم من توجيهات لرئيس الحكومة بصرف مكافآت أو مبالغ مالية لأسر المختطفين، تقريبا هذا كان في شهر 12 من العام الماضي، إلى الآن نحن الآن 7 أشهر على ما أعتقد أو 8 أشهر، وهذه هي ظلت مجرد وعود وتوجيهات لم تنفذ حتى الآن. يعني حتى على هذا الأجراء البسيط يعني الإنساني من أجل مساندة أسر المختطفين والمختطفين في داخل معتقلاتهم الذين يعني أخذوا بجريرة دفاعهم عن الشرعية ومواقفهم المخالفة لتلك الميليشيات، يجب عليهم على الحكومة الشرعية أيضا أن توثق وترصد كافة الانتهاكات في المجال الإنساني والمجال الحقوقي والمجال القضائي وتزويدها للمنظمات الدولية وللمجتمع الدولي. لا تنتظروا من المجتمع الدولي أن يأتي إليكم لينقذ الشعب اليمني، لينقذ الضحايا، إذا لم يكن هناك تحرك من قبل المنظمات المجتمع المدني ومن الحكومة وأجهزتها التنفيذية والإدارية، إذا لم يكن هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة كلا في مجال لرصد الانتهاكات وتوثيقها. الآن هناك مرحلة مهمة من أجل توثيق تلك الانتهاكات، سيقولون أننا نعمل مع ميليشيات، لا نستطيع، هذه الميليشيات لم تعترف بأي قرارات دولية أو تلتزم بأي قوانين أو يعني من أجل محاسبتها، لكن صحيح هذا ما يحدث الآن، لكن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وبالتالي هناك مرحلة اسمها العدالة الانتقالية، ودائما هذه العدالة الانتقالية ستمنح الضحايا حقهم وتعوضهم، ولذلك هناك وأيضا في هناك قانون دولي يتحدث عن عدم الإفلات من العقاب لكل من قام بارتكاب الجرائم والانتهاكات. الجميع يتذكر مجرمي الحرب في البوسنة أيضا قدموا للمحاكمات بعد هذه السنوات، كثير من مجرمي الحرب قدموا إلى المحاكمات الدولية بعد أن تم توثيق ورصد وتسجيل الحالات والانتهاكات التي قاموا بها من خلال المنظمات الدولية، من خلال الحكومات التي قدمت شرحا تفصيليا وزودت الدولية ومحكمة الجناية الدولية بمثل هذه الانتهاكات التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية. هذا واجب الحكومة من أجل حفظ حق الضحايا، ومن أجل أيضا نصرة هؤلاء الضحايا الذين عرضوا أنفسهم للخطر. طيب، دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ نبيل الباحث في مجال حقوق الإنسان الأستاذ براء شيبان من لندن. أهلا بك بداية أستاذ البراء. أهلا وسهلا فيك وبالأستاذ نبيل. حياكم الله. إذن أستاذ البراء، يبدو أن يعني تأثير أصداء محاكمة الظالمة للصحفي الجبيحي لم تنتهي، حتى الآن بدأت محاكمة جماعية وجلسات متتابعة ل 36 مختطفا في سجون الميليشيات. هل ترى الميليشيات أو هل يرى العالم أن الميليشيات ما عادت تهتم كثيرا بالضغوط التي تجرى عليها؟ أين دور المنظمات يعني إزاء كل ذلك؟ أنا أعتقد أن المحاكمة السابقة التي تمت للصحفي الجبيحي كانت عبارة
عن جس نبض واختبار لكيف كيف سيكون التعاطي، ويبدو أنها سلسلة من عدة محاكمات هزلية سوف نشهدها في الفترة القادمة. الإشكالية أعتقد أنهم هناك محاولة لتثبيت أمر واقع، ويصبح الخيار أمام هؤلاء المختطفين هو تحسين شروط المحاكمة وتجاهل الانتهاك الذي تم في البداية منذ اختطافهم، أن العملية أصلا تمت بطريقة غير قانونية، لم توجه لهم أي اتهام، تم إخفائهم لفترة طويلة. وأعتقد أن هذه هي فقط البداية في سلسلة من المهازل التي سوف نشهدها. وأعتقد أنه كلما استمرت هذه الجماعة كلما سنشهد مثل هذا النوع من المهازل وهذا النوع من الانتهاكات مستمر على كلما استمر هذا الانقلاب. طيب، عندما تحدث عن عملية تقييم للاهتمام منظمات حقوق الإنسان بما يجري لهؤلاء من تعذيب وإهانة للكرامة الإنسانية بعد عملية الاختطاف غير الشرعية أساسا، كيف تقيم هذا الاهتمام؟ طبعا نحن نقيمه في إطار الاهتمام بقضايا كثير متعددة تحصل في المنطقة. الآن اليمن طبعا تتذيل تقريبا قائمة الاهتمامات بالنسبة للكثير من الملفات، ومثل ما شاهدنا يعني المرة السابقة كان هناك نوع من الاهتمام بقضية الصحفي حل جبيحي، تقريبا هذه المرة لم تغطى هذه المحاكمة من أي جهة حقوقية أو قانونية. لماذا تم ذلك؟ يعني لماذا لم تأخذ حقها من المتابعة والاهتمام برأيك؟ أنا أعتقد أن كان هناك افتراض خاطئ عند كثير من كثير من الناشطين وخصوصا من قبل الحكومة اليمنية، أن هناك تعويل أنا أعتبره مبالغ فيه على دور المجتمع الدولي داخل اليمن. بمجرد أن كانت هناك، ونحن نشهد في هذه الأيام ملفات أخرى في المنطقة أكثر سخونة، بالتأكيد اليمن لا تأخذ هذا الحيز من الاهتمام، ليست في أولوية، ليست على الأقل في قائمة الأولويات بالنسبة لكثير من الجهات. ولذلك نجد أن مثلا عندما يتم محاكمة بهذه الطريقة ل 36 مختطف، لم نستطع أن نغطيها بالشكل، أو لم يتم تغطيتها بالشكل اللازم. والخشية الأكبر الذي أنا أخشى أننا سوف نتم نناقش هذه المسألة ثم ننتظر إلى المجلس القادم لدورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ثم يعرض هذه الملفات. ممكن أن تقوم المفوضية السامية بتسجيل وتوثيق هذا الانتهاك، ثم تتابعه حتى الدورة القادمة، ويصبح من دورة إلى دورة، ونحن ننتظر الخلاص وننتظر الفرج. ومرة أخرى أنا أؤكد ما كنت قلته معك في مداخلات سابقة، الأدوات الدولية هي وسائل ضغط ولكن ليست هي الوسيلة الأساسية التي نعتمد عليها في إطلاق سراح المختطفين. هناك قد تعتمد بعض الوسائل الدولية، سواء من ناحية الضغوط الإعلامية أو تقديمها إلى مثلا المقرر الخاص للاعتقال التعسفي، ولكن ليست هذه الوسيلة الأساسية التي يجب أن نعتمد عليها عندما يتعلق بشأن قضايا مختطفينا ومعتقلينا والصحفيين الذين يواجهوا ظروف سيئة جدا للغاية. إذن أشكرك الباحث في مجال حقوق الإنسان البراء شيبان، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. وأعود إلى أستاذ نبيل الأسيري عضو مجلس نقابة الصحفيين. كيف أستاذ نبيل يمكن التعامل مع هكذا انتهاكات؟ ما هو دور المنظمات المفترض؟ هل صوتها بات يخفت شيئا فشيئا يعني مع تفاقم هذه الانتهاكات يوما بعد آخر؟ أحيي الحبيب والأخ براء شيبان لطرحه بدقة وتوصيفه للوضع المجتمع الدولي والحقوقي
قضية اليمن بشكل كامل. وأحب أن أضيف أيضا إلى أن اليمن إضافة إلى أنها في أدنى الاهتمامات المجتمع الدولي خاصة خلال هذه الفترة، أعتقد أنه فيما يخص أيضا الانتهاكات التي لها علاقة بالناشطين والحقوقيين والمدنيين، يعني هي أيضا برضو ضمن مجموعة كبيرة من الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب اليمني بشكل عام. الحرب هي أكبر كارثة تمر بها اليمن، الضحايا بالآلاف، المصابين بعشرات الآلاف، هناك كارثة حقيقية، الكارثة الإنسانية والكارثة الصحية والأمراض الآن التي بدأت تظهر غير الكوليرا، الأمراض اللي كانت نادرة وقد اختفت الآن بدأت تعود كالجدري وغيرها. مثل هذه الكوارث يعني يجعل الأمر فرز الانتهاكات بشكل معقد وأكثر يعني تعقيدا لدى المنظمات الدولية. هناك يعني بيكون هناك أولويات، هي أولويات الإغاثة، أولويات الجانب الإنساني، ولعل بعض الشرائح التي من بينها الصحفيين وغيرها من الناشطين وأبناء المجتمع المدني تصبح انتهاكاتهم يعني واحدة من ضمن عشرات الانتهاكات. نعم أستاذ نبيل، إذا يبدو مشاهدينا الكرام أن الاتصال بالأستاذ نبيل الأسيدي انقطع عبر السكايب. عموما شكرا جزيلا له. الأستاذ نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين كان معنا عبر السكايب، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، والضيوف الذين كانوا معنا البراء شيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان، وكذلك السيدة أم أحمد قريبة أحد المختطفين وعضو رابطة أمهات المختطفين، والمحامي محمد الهناهي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان والزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.